فوز الرجاء بملعب المسيرة سيمنحها اللقب الثاني على التوالي في دور المحترفين والثاني عشر في تاريخ النادي، ليتساوى مع الجيش الملكي والوداد البيضاوي ب 12 لقبا منذ بداية الدوري المغربي تحت إمرة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. فوز الرجاء بملعب المسيرة سيمنحها اللقب الثاني على التوالي في دور المحترفين والثاني عشر في تاريخ النادي، يتساوى مع الجيش الملكي والوداد البيضاوي ب 12 لقبا منذ بداية الدوري المغربي تحت إمرة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. وبلغة الأرقام، الفريق احتاج لخمس دورات لجس نبض منافسيها، فتأرجح مركزه بين الأول والثالث والخامس إلى حدود الجولة السادسة التي امتلك فيها زمام الأمور وانقض على ريادة الترتيب التي لازمها حتى الدورة التاسعة والعشرين موعد تتويجه باللقب الثامن عشر في تاريخها والأول له في ثوب الاحتراف.